هذه ومثيلاتها من الاحتجاجات السلمية التي خرجت للمطالبة بنيل الحقوق، توحي بأن العراق بلد ينعم ببيئة عمل مدني وإعلامي مناسبة، لكن الواقع ليس كذلك، فالقضاء يضيق الخناق بتهم كيدية تلاحق الصحافة وتقيد الناشط المدني، إضافة إلى الملاحقات الحزبية، بحسب ما يتحدث المراقبون والمختصون بالشأن القانوني والأكاديمي. أخص عند الناشطين المدنيين، لأن بصراحة يعني حرية التعبير السياسي خلينا نقول هو الأشد تضييقا، لأن تعرف موضوع السياسة عندنا مختلط بمفاهيم أخرى أبعد من حرية التعبير عن الرأي، لذلك تجد أن الفضاء موجود ومفتوح لكن القيود كبيرة جدا وتصل إلى حد يعني الإقصاء أو المحاكم أو ما شابه ذلك. ويمثل حدث إلقاء القبض على الناشط المدني عمار الحلفي مساء الأمس يمثل الحالة التي يعيشها العراق والبصر على وجه الخصوص، فلم تعد الأسلحة المجهولة وحدها تلاحق العناصر المدنية، بل تعززت تلك الأسلحة بمذكرات قبض بناء على تهم كيدية كما يعبر أصحاب القضية. لغاية يوم أمس كان أحد النشطاء المدنيين في محافظة البصرة قد تعرض لدعوة يقال عنها كيدية أو لعله حقيقية، وهذا يقودنا أنه رسالة، هي رسالة إلى كل النشطاء لا يمكن لكم العمل، ورسالة أيضا للصحافة لا يمكن لكم العمل وكشف ملفات فساد أو متابعة إداء حكومي. اعتقالات، قاعد نشوف للأسف اغتيالات بمحافظة البصرة، لذلك يعني ما عندنا ناشط مدني مستقل ولا عندنا، احنا عندنا بس ما نقدر نشتغل بأريحية للأسف. نهاية عام اختتمت باعتقال وملاحقة بحق أحد الناشطين، وذات العام هو الذي سيمضي دون الإسراع بتنفيذ حكم الإعدام بحق عناصر فرقة الموت المتورطين بقتل إعلاميين وناشطين مدنيين، ما يزيد مخاوف ارتفاع عمليات الاستهداف إن لم تردع بيد من حديد. نهاية العام 2021 في البصرة يختتم باعتقال لأحد الناشطين كإشارة قضائية لربما بعدم وجود مساحة كافية للعمل وإيصال الصورة الإعلامية المدنية بشكلها الصحيح والدفاع عن حقوق المظلومين. من البصرة، أركان تقي، قناة التغيير.